مجرم شديد الخطورة تم القبض عليك في قضايا كتير، نصب، بلطجة، تعديت بالضرب على أحدهم، تسببت لي بأضرار جسدية ونفسية. صلي على النبي، أنا عايز أخرج، أنا عايز أسهر وانبسط. ايه اللي حصل لكل ده؟ البيع اللي هو مراته ممكن تكون اتجوزت. هو انت مش طلقتها؟ لا انا ما قلتش طلقتها، انا قلت انها خلعتني. ايه؟ خلعتني يا عم، خلعتني. انت تصدق ان دي تخوني وتتجوز عليا؟ انت متأكد ان دي تبقى طليقتك؟ نورت بيت اخوك يا طه. معايا العجوز تحت. خليعك يا ست سوستة. انا متجوزة دكتور محترم اخصائي. انت هتقولي التخصص كمان ده، اما مش جاي من النقابه هو. حق عليا ان انا عايزك تعطر في العيل الهتيه اللي خزواك واتجوز مراتك. هي هبت منك ولا ايه يا عرف؟ قميص نوم احمر يا دكتور. شايف فوقهم. تعالى يا حمله. هتريحهم يعني ايه؟ انا خلاص بلغت عنه. بلغت عن مين؟ طه. رجعت السجن تاني. مش نولع بقى. وحش وحش انا رايح كله ما برايح. وحش وحش انا صاحي ومركز وما بسرحش. وحش وحش سحر. ما بتكرهنيش. لا بتكرهك. انا فكرت المكان يا طه. ليه يا طه؟ ده لو دكتور محترم يا عم. روح بقى. انت بتهرب مراتك وابنك من الشباك في نص الليل. شاهد على روحك. شاهد على روحك. اقول لك بقى التقيلة عشان خيالك يظبط. قول. كبت القص بالشمعدان. بالشمعدان. وبنت العفاريت تعمل حركه كده اهو. هوبا وتظبط انت كده زي السوسته. خلاص يا طه كفايه.